طبعا يا جماعة يوم الأربعاء اللي فات كلنا فوجئنا برسائل وهمية بتجيلنا منسوبة لمؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج، بيتكلم فيها عن نيته إن هو يحذف أو يقفل حسابه على الفيسبوك، وإنه لازم كلنا نقوم بإرسال 20 ملصق أو رسالة لقائمة الأصدقاء علشان طبعا يتأكد من إن المستخدمين على الفيسبوك نشطين، ولو ما عملناش كده وما بعتناش الرسالة دي لكل اللي عندنا الفيسبوك من الآخر بتاعنا هيتقفل أو الحساب هيتقفل لأنه هيبقى غير نشط. الحقيقة ان الموضوع كله طلع مقلب او اشتغالة زي ما بنقول كده بالبلدي، وكل الموضوع ان لما السيرفر بتاع الفيسبوك اتعطل او وقع استغل الهاكرز طبعا في كل حتة الرسالة دي وبعتوها لاكبر عدد من المشتركين. ليه؟ علشان طبعا يتمكنوا من اختراق الموقع. الاغرب بقى ان ناس كتير للأسف شربت المقلب، وهو ده اللي دايما بنقول عليه يا جماعة ما تصدقوش اي حاجة بتنزل على السوشيال ميديا. فاجئنا انه كل الناس بعتت الرسالة لكل اصدقائهم. انا شخصيا يعني انا لقيت المسجات فجاه تن 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 بيجي لي كميه رسائل مش طبيعيه كلها نفس الرساله، كل الناس صدقت، وبعد ساعات اكتشفوا انه مقلب، وعلى طول انتشرت الكوميكسات كعادتنا احنا كمصريين الكوميكسات الساخره. علشان كده بنحذر مستخدمين الفيسبوك من التعامل مع النوع ده من الرسائل. خلوا بالكم يا جماعه لان الرسائل دي كانت لسه بتيجي لحد امبارح بالليل على فكره. بعد كده كل الناس طبعا بدات تعرف وعرفت انها اشتغاله، بس خلي بالكم لان دي وسيله للهاكرز علشان يخترقوا الموقع ويجوز الحسابات بتاعتكم. المهم بقى في الموضوع انه كان في سؤال مهم جدا طرحته صفحه قناه صدى البلد على الفيسبوك للمشتركين. السؤال ده هو: بعد انتهاء عطل فيسبوك حياتك من غيره كانت احلى ولا ايه؟ خلوني اقول لكم بقى انه الاجابات كانت مفاجاه جدا، لان كل المتابعين لصفحه صدى البلد على الفيسبوك قالوا انه يا ريته يختفي على فكره. حياتنا من غيره سهلة، بيعطلنا، انه مليان كذب ونفاق، في طاقة سلبية، في تحريض، في فتن. الناس كتير قالت انه يعني هو المفروض يبقى في تواصل ايجابي بينه وبين الناس، لا هو طول الوقت احنا بنضايق بعض على الفيسبوك. في ناس كتبت انه احنا ما حسيناش على فكرة انه هو عطل او اتقفل، احنا مش مهتمين بيه، يا ريته يتقفل على طول. زي ما بقول لكم كده كانت التعليقات كلها انه الناس خلاص اتخنقت تقريبا او زهقت من كتر المشاكل عليه او الطاقة السلبية اللي كانت عليه. تعليقات كتيرة ممكن تخشوا على اللينك على صفحة صدى البلد وتشوفوا.